احنا بنقول الهيدروجين بومب دي لما بتتكسر بومب كده تروح مطلعه لنا بروتونز. طب لو احنا جبنا البروتونز اللي هي الهيدروجين ايونز نستعيد تكوين الهيدروجين بوند مره ثانيه، ويبقى الدايمر قريب من بعضه في التي ستيت ويخرج منه الاكسجين. ثانيه واحده، يعني انت تقصدي وجود الهيدروجين ايون والاسيديتي العاليه اللي بتحصل في التيشوز او في الار بي سيز في ناحيه التيشوز نتيجه الويست برودكت اللي بيخرج من التيشو كاورجانيك اسيد، والكربون دايوكسيد اللي بيخرج من التيشو ويعلي الاسيديتي ويزود الهيدروجين ايون، ده ليه دور في تثبيت الهيموجلوبين عند التنس ستيت؟ يعني في علاقه ما بين الاسيديتي والدي اوكسجينيشن بتاع الهيموجلوبين. ايوه، وده اتسمى ايه؟ بوهر افكت. جه واحد اسمه بوهر اكتشف الليله دي، قال يا خبر، ده لما بيحصل اسيديتي ويزيد الهيدروجين ايون ده بيحصل لهذا الهيموجلوبين مولكيول دي اوكسجينيشن ويخرج منه ويحصل ريليز للاكسجين. راح مسمى لنا الفكره دي كلها ايه؟ سماها بوهر افكت. هو ده البوهر افكت بقى. فالاسيديتي رقم اثنين، الاسيديتي زياده الهيدروجين ايون او ان البي اتش تقل، زياده الهيدروجين ايون او ان البي اتش تقل، ده بيقلل الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين للاكسجين بتاعه فيسهل عمليه الريليز. حلو، ففي كذا فاكتور اهو. طب ايه الفاكتورز كمان اللي ممكن تتحكم في الحكايه دي؟ زياده الكربون دايوكسيد، ما هو زياده الكربون دايوكسيد تؤدي الى الاسيديتي صح، فتخلي الهيموجلوبين عايز يسيب الاكسجين بتاعه. في انواع من الهيموجلوبين اصلا الافينيتي بتاعتها للاكسجين مش كويسه، زي مين؟ زي الهيموجلوبين اس مثلا، ده من الحاجات الافينيتي بتاعتها اصلا مش حلوه من الاول، فنوع الهيموجلوبين نفسه يؤثر. هيموجلوبين اس ده نوع من انواع الابنورمال هيموجلوبين وهناخدها بعد كده. فده من الحاجات اللي على عكسه بقى مين اللي يزود الافينيتي؟ لو قلنا خدنا هذه الحاجات وحبينا نعكسها وقلنا ايه اللي يزود الافينيتي بتاعه الهيموجلوبين للاكسجين، عايز اكسجين كتير، اعكس كل الفاكتورز دي. احنا قلنا 2 and 3 دي بي جي او بي بي جي يزيد، لا يقل. يعني لو قلت 3 بي بي جي تقل تزيد الافينيتي صح، لو قلت 2 and 3 بي بي جي تزيد الافينيتي. مش ال 2 and 3 بي بي جي ده كان بيثبت في التي ستيت اللي هو مش عايزين اكسجين دلوقتي، لا. طب لو قل العكس يحصل. طب لو الالكالينيتي حصلت يبقى عكس الاسيديتي، الناحيه الثانيه هتزيد الافينيتي. لو انا فتيشو الكالاين الافينيتي ايه؟ تزيد صح. فانا بتوقع ان اللنج اخبار الدنيا هناك ايه؟ الكالاين ولا اسيدك؟ الكالاين، وعمال اطرد كربون دايوكسيد عشان اشجع الالكالينيتي صح. فخلي الاكسجينيشن سهل يبقى فيه هاي افينيتي. شفتوا ربنا مرتب الاحداث ازاي؟ طب ايه كمان؟ نوع الهيموجلوبين، هيموجلوبين اف، عنده الهيموجلوبين اف ده ليه حدوته هنحكيها في اخر المحاضره. انا مش عارفه المحاضره دي هتوصل للاخر ولا لا. الهيموجلوبين اف من الحاجات اللي عندها هاي افينيتي جدا لمين؟ للاكسجين. عارفين ان الهيموجلوبين اف لما نيجي نحكي عنه في الاخر هتكتشف ان الهيموجلوبين اف ده اللي هو 2 بيتا و2 جاما ما بيعرفش يرتبط بشكل كويس، ما عندوش المكان لارتباط الاثنين 2 اند 3 بي بي جي. طب ما ال 2 اند 3 بي بي جي دي كانت مهمه علشان يبقى نبقى في التنس، ما انا ما مش هرتبط بيها، ما عنديش مكان يا جماعه، ما عنديش مكان مناسب لارتباط ال 2 3 بي بي جي. ف ما فيش افكتور، ما فيش 2 3 بي بي جي يرتبط، في الحاله ايه؟ هاي افينيتي. اللو افينيتي ايه اللي يعملها؟ نوع الهيموجلوبين اس ده ابنورمال هيموجلوبين. من ضمن الحاجات انا بقول لك بعدد لك الفاكتورز، من ضمن الحاجات اللي تعمل لو افينيتي. بس ده مش معناه ان الناس اللي عندها هيموجلوبين اس عندها الدنيا بيس ولطيفه، عندهم مشاكل تانية تمام، بس كنوع هيموجلوبين بيقلل الافينيتي. طيب نيجي بقى لهذا الكيرف الجميل اللي قدامنا. الكيرف ده بيشرح لنا ايه يا بنات؟ بيشرح لنا عمليه الاكسجينيشن والدي اوكسجينيشن، او بمعنى تاني عمليه الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين بالاكسجين. يعني ايه ساتوريشن اوف هيموجلوبين بالاكسجين؟ يعني بالظبط كميه الهيموجلوبين اللي عندي، لو افترضت ان انا عندي 100 حبه هيموجلوبين مثلا،
كل ما زود الاكسجين الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين يزيد، ده منطقي تمام. فهو الكيرف ده بيدرس العلاقه دي، بيدرس هل كل ما زود الاكسجين تنشن، بي او 2 يعني الاكسجين تنشن، كل ما زود الاكسجين تنشن علاقه ده ايه بان الساتوريشن يزيد تمام. فالطبيعي ان الكيرف بيطلع ان انا كل ما زود الاكسجين تنشن طبيعي ان الساتوريشن يزيد، سواء انا بتكلم عن هيموجلوبين او مايوجلوبين في الحالتين. بس لو انتوا واخدين بالكم شكل الكيرف مختلف، الكيرف بتاع الهيموجلوبين اس شيبد كيرف، والكيرف بتاع المايوجلوبين بيسموه الهايبربوليك كيرف. ده لما جم يرسموا الكيرف ويشوفوا وحطوا نقط ووصلوا النقط ببعض طلع التو كيرفز مختلفين. نفهمهم اكتر بقى باسم الكيرف. الكيرف اسمه ايه يا بنات؟ الاشهر ليه ساعات بيسموه اوكسجين ساتوريشن كيرف، والاشهر منه ديسوسيشن كيرف. ديسوسيشن كيرف ليه بقى؟ هاخد الكيرف من الناحيه الثانيه وانا ماشيه كده، بصوا همشي مع الكيرف من النهايه للبدايه. هبص للكيرف الاول بتاع المايوجلوبين، الكيرف اللي لونه اخضر، وهمشي من نهايه الكيرف لما كان عندي فول ساتوريشن بمين؟ بالاكسجين 100% اكسجين، فانا في البيك بتاع الساتوريشن وده منطقي جدا. طب كل ما بيقل الساتوريشن، قصدي كل ما بيقل البي او 2، بصوا هل هنا حصل ديسوسيشن؟ بصوا المايوجلوبين يفضل متمسك بالاكسجين لحد النهايه، هل حصل ديسوسيشن؟ ساتوريشن لسه 100% رغم ان الاكسجين عمال يقل يقل يقل. بصوا بيقل ازاي، بصوا هيقل ازاي لحد ما يوصل لايه. انا بقيت 10 يا جماعه، البي او 2 10، فين يا عم سيبني بقى اطلع. البلد البي او 2 بتاعه 10 والمصل بتعاني، خلاص الاكسجين قل، البي او 2 في اللي واصل لي يا عم المايوجلوبين بقى 10، الهيموجلوبين مش جايب لي حاجه من بره. فاهمين الفكره؟ طول الوقت المايوجلوبين مرتبط متمسك بالاكسجين بتاعه مش راضي يسيبه. بصوا يسيبه 10 بقى، قل عن 10 اوكي خلاص اتفضل شويه اكسجين، اتفضل يا مصل شويه اكسجين. عشان كده بقول لكم في الاكسرسايز لما تبتدي تستهلك، لما تبتدي المصل تستهلك كميه الايه؟ الاكسجين، خلاص استهلكت كل الاكسجين اللي عندها، يبتدي بقى ايه؟ يعمل ريليز، يبتدي المايوجلوبين في الحاله دي يعمل ريليز للاكسجين، فالساتوريشن يقل بسرعه، خلاص بننقذ الموقف بقى. الدنيا قلت تماما، مفيش اكسجين جاي من بره، يحصل بصوا دي ساتوريشن، بصوا الساتوريشن يقل بسرعه 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 لحد ما يوصل خلاص فضينا كل الستور بتاعنا. عشان كده الفانكشن بتاعته ستور مش ترانسبورت. طب تعالوا نبص على الهيموجلوبين بقى. هنا الساتوريشن 100% لان البي او 2 100% فده منطقي. طيب يبتدي الساتوريشن واحنا ماشيين كل ما يقل الاكسجين معناها ان انا بقرب من التشو، لازم اسيب، بسيب بشكل جراديوال. يعني يقل الاكسجين تنشن اسيب انا الاكسجين من عندي، اعمل ريليز للاكسجين. فيقل الساتوريشن بشكل جراديوال في البدايه، وبعدين بصوا فجاه الساتوريشن يقل جدا، ستيبنج ستيب كيرف، يعني الكيرف بيجري بسرعه ينزل لتحت. عشان كده واخد الاس شيب، انحدار هائل فجاه. ليه بقى؟ ايه اللي خلى الانحدار الشديد ده يحصل؟ خاصيه في الهيموجلوبين اسمها ايه؟ كوبراتيفيتي، واحد يسيب الكل يسيب، فيحصل رابد ريليز للاكسجين من هذا الهيموجلوبين. فهمتوا الفكره يا بنات؟ طيب بس ده لا يمنع ان انا ايه، في الموضوع منطقي ان كل ما يقل الاكسجين تنشن يحصل ريليز، مش نفس فكره بقى المايوجلوبين ان انا اوصل افضل طول الوقت متمسك بالاكسجين بتاعي لحد ما اوصل مثلا لخمسه ولا حاجه وابتدي اسيب الاكسجين. لكن لا، هنا انا كهيموجلوبين منطقي ان انا كل ما بيقل الاو 2 ببتدي اسيب الاكسجين شويه في شويه في شويه، صح؟ فشكل الهيموجلوبين بيقول لي ان الهيموجلوبين ده بيشتغل ترانسبورت، يعني كل ما اعدي على تيشو الاقي الاكسجين تنشن بتاعه قليل اسيب شويه اكسجين من عندي، صح بالمنطق. لكن المايوجلوبين لا، ما بيعملش كده، مش كل ما يعدي، ما هو بيعدي على 40 ويعدي على 20 ويعدي على 30 ما بيسيبش حاجه، ده مش ترانسبورت بقى، ده ستور، ما بيسيبش الاكسجين بتاعه غير في النهايه. فهمتوا الفرق ما بين الفكرتين، الفرق ما بين التو كيرف؟ عشان كده شكل الكيرف بتاع المايوجلوبين هايبربوليك كيرف، وشكل الكيرف بتاع الهيموجلوبين ايه؟ اس شيبد كيرف. طبعا في علاقه ما بين فكره الافينيتي ورقم معين في الكيرف هقول لكم عليه.
الكيرف ده هما نفس الكيرفات اللي كانت موجوده من شويه بتاعت الهيموجلوبين والمايوجلوبين، بيقول لي طبعا اسمه الديسوشيشن كيرف، الاكسجين او الهيموجلوبين اكسجين، هو نفس الاسم الكيرف ده، اسمه سيجمويدال اس شيب، وده اسمه هايبربوليك كيرف، اسم الكيرف هايبربوليك كيرف. والتو كيرفز دول اسم الكيرف عموما اسمه هيموجلوبين اوكسجين ديسوشيشن كيرف، واحيانا بيسموها ساتوريشن كيرف، لكن الاسم الاكثر شهره هو ديسوشيشن كيرف. هنا بيقول لي طبعا الارقام بتاعه الاكسجين تنشن اللي بنوصل فيها 100 ده عند فين، اللنج ولا التيشو؟ عند اللنج اكيد. طب والارقام بتاع البي او 2 لما تقل قوي ده عند ايه؟ التيشو، توصل ل 40. يعني بيقول لنا الاكسجين تنشن عند اللنج بيبقى 100، عند التيشو بيبقى 40. طيب هنا طبعا اداء الهيموجلوبين والمايوجلوبين بيختلف، عند ال 100 هو ساتوريتد فولي ساتوريتد، طب عند التيشو اللي هو رقم 40 طبعا المايوجلوبين بيبقى الساتوريشن يقل تماما، الهيموجلوبين الساتوريشن يقل، المايوجلوبين ستيل فولي ساتوريتد، فالموقف بيختلف يعني. طيب في رقم بقى هنا مهم اسمه البي 50، عرفتوه ايه هو البي 50؟ قالوا لكم عليه في الفسيولوجي اكيد. خدتوه قبل كده، البي 50 اللي هو مش تمام، البي 50 هو البارشال اوكسجين تنشن اللي عنده بيكون الهيموجلوبين هاف ساتوريتد. فاكرين كان عندنا حاجه زمان في الانزيم اسمها الكي ام، الكي ام اللي عندها الانزيم بيشتغل بنص الاكتيف او الرياكشن ريت يبقى هاف في ماكس والكلام ده. فاكرين كنا بنقول كل ما الكي ام تزيد معناها ان انا بعزم على بدي سبستريت كتير للانزيم، بتحايل عليه عشان يشتغل، معناها ان الانزيم عنده لو افينيتي للسبستريت. نفس الفكره هنا، كل ما البي 50 تزيد للهيموجلوبين، لنوع الهيموجلوبين اللي بيشتغل ده، معناها ايه؟ هاي لو افينيتي، كل ما البي 50 تزيد معناها ايكوال لو افينيتي، علاقه عكسيه، معناها ان انا لازم اوفر لك كميه كبيره من الاكسجين عشان ترضى تشيل حاجه، عشان ترضى تعمل، انت مش عايز اصلا، مش عايز اكسجين، يا عم خد اكسجين اهو كتير، مش هشيله، مش عايزه، فده اسمه ايه؟ لو افينيتي. يعني كل ما اوفر لك اكسجين اكتر اهو المفروض ان انت تشيل الاكسجين صح، وتحصل لك ساتوريشن مش كده، فانت تقولي لا مش عايز، زودي اكتر، فزود لك البي 50، تقولي لا مش عايز، زودي اكتر، فمعنى كده ان انت عندك لو افينيتي، مش عايز ترتبط بالاكسجين اصلا، يعني بحتاج كميه كبيره قوي عشان اعمل لك هاف ساتوريشن. امال اللي البي 50 بتاعته شويه صغيرين ده معناه ايه؟ شويه اكسجين صغنطتين يعملوا هاف ساتوريشن على طول، فانا عندي هاي افينيتي، عايز ارتبط بسرعه بالاكسجين، اي شويه اكسجين معديين يعملوا لي هاف ساتوريشن. فاهمين الفكره؟ فكل ما تزيد البي 50، اقول تاني، كل ما اوفر اكسجين انا في البي 50 دي هي قيمه للاكسجين تنشن عندها، يبقى الهيموجلوبين هاف ساتوريتد، يعني لو عندي 100 حبه هيموجلوبين نصهم يبقوا ساتوريتد بالاكسجين. طب لو انا جيت لك قلت لك خدي خمس حبات اكسجين وخليكي هاف ساتوريتد، هتقولي لي لا ما بحبوش، اجيب لك 10، طب والنبي خدي ال 10 دي وشيليهم، لا مش عايزه، طب ارجوكي خدي ال 20 دول وشيليهم، هبتدي افكر. يبقى انت محتاجه مني بقى اقعد ازود 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 عشان اوصلك للهاف ساتوريشن صح؟ ده معناها ان البيف ان انا اشيل اكسجين، ان يحصل لي ساتوريشن بالاكسجين، يعني انا ارتبط بالاكسجين. فانا كل ما زودت البي 50 ده معناها ايه؟ بزود لك كميه الاكسجين المعروضه عليكي عشان يحصل لك هاف ساتوريشن. عمال اعزم عليكي يا بنتي خدي اكسجين، مش عايزه، شيلي اكسجين، مش هشيل، واجيب بقى اصحابي من بره، يا جماعه هاتوا لنا شويه اكسجين عشان نقنعها ونتحايل عليها شويه، ونجيب لها اكسجين كتير قوي عشان ترضى تشيل حبه اكسجين منها. ده معناها البي 50 بتاعتها عاليه، معناها ان عندها ايه لما يبقى البي 50 عاليه؟ مش عايزه، انا عماله اتحايل عليها واجيب لها اكسجين وهي مش عايزه تشيل الاكسجين. فالبي 50 بتاعتها عاليه معناها ايكوال ايه؟ لو افينيتي، مش عايزه ترتبط بالاكسجين. انما الشخص اللي اقول له النبي خد الاكسجين يروح شاددها مني قبل ما اتكلم، قبل ما اكمل الجمله. هاي افينيتي. لا 100 بي او 2، البي مش البي 50، لا بي او 2 الاكسجين تنشن عند اللنج، تمام؟ كميه الاكسجين اللي عند اللنج قد ايه طبيعي يا جماعه؟ كتير. فالبي او 2 عند اللنج مش البي 50، البي او 2 اكسجين تنشن، تمام؟ والاكسجين تنشن عند التيشو 40، كميه بسيطه.
البي 50 مالها؟ اه ثابته. بصوا الهيموجلوبين وقارنوه بالبي 50 بتاعت المايوجلوبين، ايه رايكم؟ مين الاعلى؟ حاجه قيمه خاصه بالهيموجلوبين نفسه، اللي هي كميه الاكسجين اللي لازم اوفرها علشان الهيموجلوبين يبقى هاف ساتوريتد. يعني هنا مثلا عشان تخلي الهيموجلوبين هاف ساتوريتد لازم توفري 26 اللي هو الرقم ده ملي متر مركري. طب والمايوجلوبين علشان يبقى هاف ساتوريتد لازم توفري له كام؟ واحد بس. مين اللي يبقى، مين اللي عنده اكسجين كتير وتقعدي تتحايلي عليه عشان يشيل اكسجين وهو مش عايز؟ الهيموجلوبين عنده لو افينيتي. طب المايوجلوبين حبايه واحده بس، ادوني واحده وانا على طول هشيلها، هاي افينيتي. وده منطقي ولا لا؟ المايوجلوبين بيفضل متمسك بالاكسجين بتاعه لاخر لحظه، مش عايز يسيبه، صح؟ عشان عنده ايه؟ هاي افينيتي للاكسجين. لكن بالمقارنه بالهيموجلوبين يا جماعه لو افينيتي. والله انت محتاج اكسجين اتفضل، انا مش هموت عليه ولا حاجه، اتفضل. فهمتوا الفكره الفرق؟ فكل ما زادت قيمه البي 50 كل ما الافينيتي اخبارها ايه؟ قلت. طيب كل ما عملنا شيفتنج لهذا الكيرف ناحيه الرايت معنى كده ان البي 50 اخبارها ايه؟ عماله تزيد، مش كده؟ يعني الافينيتي ايه؟ تقل. طيب ده هيحصل، بصوا للكيرف ده وقولوا لي رايكم ايه؟ في حاجات تقدر تعمل شيفتنج للكيرف ده ناحيه الرايت زي هيموجلوبين اس، التو 3 دي بي جي، البي اتش لما تقل او يزيد الهيدروجين ايونز هنا او يزيد الكربون دايوكسيد، كل ده يعمل شيفتنج للكيرف ناحيه الرايت. ليه؟ هي الحاجات دي بتاثر على الافينيتي، بتعمل ايه في الافينيتي؟ تقللها وتخلي الهيموجلوبين مش عايز اصلا يرتبط بالاكسجين، فنفضل نزود له اكسجين، نزود له اكسجين. يا عم مش عايز، مش عايز يا جماعه، ماليش نفس، لو افينيتي. ففي حاجات تخلي تعمل شيفتنج للكيرف ناحيه الرايت. شيفتنج للكيرف ناحيه الرايت بمعنى الافينيتي تقل، مش عايز يرتبط بالاكسجين، البي 50 تزيد، عمالين نتحايل عليه عشان بس نوصله للهاف ساتوريشن مش عارفين، ونزود 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 الاكسجين مش عارفين. طب ايه الحاجات دي؟ اكيد الحاجات دي اللي تخلي الهيموجلوبين عنده لو افينيتي هي الحاجات اللي تخليه ايه؟ اللي عند التشو، اللي تخليه دي اوكسجينيتد. الحاجات اللي بتحصل عند التشو، الاحداث اللي حكيناها بتحصل عند التشو. الحاجات اللي تخلي دايما الهيموجلوبين يسيب الاكسجين بسهوله. صح؟ التغيرات اللي بتحصل عند التشو اهي. لا يا بنات، الفكره ان الكيرف لما يتنقل ناحيه الرايت اهو، يعني انا لو عملته كده ما هو هي عادي، هي نفس الفكره، هيبقى ساتوريتد عند 100 والساتوريت، لكن انا بتكلم عن قيمه البي 50 زي المايوجلوبين. ارجعوا للكيرف بتاع المايوجلوبين والهيموجلوبين اهو، هما الاثنين ما وصلوش عند اللنج يا جماعه في النهايه، بس بصوا قيمه البي 50 مختلفه. هو الفكره انت هتوصل لل 100% ساتوريشن بقد ايه؟ اكسجين، بشويه كتير قوي من الاكسجين ولا شويه صغيرين يوصلوك، لكن انت في النهايه هيحصل لك فول ساتوريشن، دي ما فيهاش مشكله. ما انا بعد ما اتحايل عليكي هيحصل لك ساتوريشن وهتاخدي مني الاكسجين في النهايه وهتوصلي لل 100% ساتوريشن، ما فيش مشكله، بس بعد ما اديكي قد ايه بقى من الاكسجين؟ دي قيمه البي 50. ببذل مجهود قد ايه في اقناعك ان انت تشيلي؟ انت هتشيلي، هتشيلي في النهايه، هتاخدي مني الاكسجين هتاخديها، بس ممكن اديها لك تروحي خطفها مني، وممكن اتحايل عليكي نص ساعه عشان ترضي تشيليها. ده البي 50. فهمتوا الفكره؟ طيب طبعا اللي يعمل شيفتنج الكيرف ناحيه الليفت معناها ايه؟ برجع لورا، يعني ها البي 50 تبتدي تقل، معناها العكس، هاي افينيتي، صح؟ وهاي افينيتي يحصل عند مين؟ الظروف العكسيه، البي اتش تزيد، الالكالينيتي تزيد، الهيدروجين اين كونسنتريشن تقل، تقل هيدروجين اين كونسنتريشن تقل، يعني الاسيديتي قلت، يعني عرفوا بقى المعاني دي؟ البي اتش زادت، يزيد، ايوه يزيد ال HCO3 الالكالاين، البايكارب تزيد، 2 اند 3 بي بي جي تقل، صح؟ مش احنا قلنا كل الظروف العكسيه، الهيموجلوبين اف. ده شكل شيفتنج تو ذا رايت وشيفتنج تو ذا ليفت. بصوا الكيرف الاساسي هو الكيرف الازرق. طب لو البي اتش اتغيرت
بقت الكيرف الازرق البي اتش عنده 7.4 من 10. طب الكيرف الاحمر 7.2 من 10، ده منطقي ولا لا؟ اسيدك، يبقى شيفتنج تو ذا رايت. طيب الكالاين 7.6 من 10، شيفتنج تو ذا ليفت. دي الفاكتورز اللي قلنا عليها بتعمل شيفتنج تو ذا رايت وشيفتنج تو ذا ليفت. بوهر افكت حكينا عليه، بوهر افكت وقلنا طريقه شغله ايه. البوهر افكت ده كلها معتمده على وجود الهيدروجين ايونز. هنا بيقول لي ازاي بيحصل عند التيشو الكربون دايوكسيد، ايه مصيره؟ الكربون دايوكسيد اللي بيطلع عند التيشو يا بنات ايه مصيره؟ قلنا جزء منه ديسولفد في البلد والجزء الاكبر يدخل داخل الار بي سيز. جزء من اللي دخل ار بي سيز اللي هو الغالبيه العظمى تتحمل على الهيموجلوبين وتبقى عندنا كربامينو هيموجلوبين، مش كده؟ وجزء يبتدي يكون البفر داخل الار بي سيز. وعند التيشو عند اللنج بقى العكس، يبتدي يحصل ريليز للكربون دايوكسيد اللي كان متحمل على الهيموجلوبين اهو، ويخرج مع الاكسبيريشن. وهنا الكربونيك اسيد يبتدي يتفكك، بصوا يبتدي يتفكك ازاي اهو، ويخرج الكربون دايوكسيد. وخلي بالكم انا عماله اسحب الهيدروجين ايونز واربطها مع البايكارب واكون كربونيك اسيد عشان اخرج الكربون دايوكسيد. طب لما اجي اسحب الهيدروجين ايون، بصوا بيطلع لي هيدروجين ايون منين؟ من الهيموجلوبين اهو، كاني بشد الهيدروجين ايون اللي هنا عشان اخرجها، عماله اخرج كل الهيدروجين ايون اهو مع البايكارب كربونيك اسيد، يخرج الكربون دايوكسيد من هنا. هنا بقى هنا عماله بكسر الهيدروجين بوندنج، مش كده؟ فاكرين لما قلنا بنكسر الهيدروجين بوندنج علشان ابقى في الريلاكسد ستيت، عشان اقدر استقبل الايه؟ الاكسجين من بره. طب هنا ده تفصيل البوهر افكت، مفيش جديد بس هيحتاج ان انتوا تقروه. هنا بقى الايه الحاجات بتاعه هنا بيوضح لي ال 2 3 بي بي جي او الدي بي جي بيجي منين؟ اتفقنا من الجلايكوليسيس، صح؟ ادي الجلايكوليسيس بتحصل، بيبقى في عندنا ستراكشر داخل الجلايكوليسيس اسمه 1 3 بيس فوسفوجليسريت. الطبيعي في الجلايكوليسيس في كل التيشوز ان ال 1 3 بيفقد فوسفيتا عند الكربونه رقم 1 ويتحول الى 3 فوسفوجليسريت، الا عند الار بي سيز ممكن يحصل سايد باث واي كده، ان بعض حبات ال 1 3 بيس فوسفوجليسريت يشتغل عليها انزيم اللي هو بيلعب في المولكيول من جوه اسمه ميوتيز انزيم، يحرك الفوسفيتا اللي عند الكربونه رقم 1 ينزلها عند الكربونه رقم 2. خدناها زمان. فبقى 2 اند 3 بيس فوسفوجليسريت استراكشر بيؤدي فانكشن معينه، ايه الفانكشن بتاعه؟ بيشتغل كافكتور على الهيموجلوبين مولكيول، يخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين بتاعه بسهوله. هو كميته بتزيد عند التيشو لان التيشوز نفسها كمان بتطلع من عندها 2 اند 3 بيس فوسفوجليسريت. يعني بطريقه ما مش مشكله الطريقه، لكن هو كميته بتزيد عند التيشو، وجوده اصلا بيثبت الهيموجلوبين في التي ستيت. طبعا ممكن يرجع تاني بعض الحبات ترجع تاني تبقى 3 فوسفوجليسريت ويكمل الباسوي عادي، ما فيهوش مشكله يعني. بصوا هنا بقى عايزاكم تشوفوا هنا المكان اللي بيرتبط فيه ال 2 3 بيس فوسفوجليسريت. على فكره ال 2 3 بيس فوسفوجليسريت اللي هي الحبايه اللي لونها اخضر دي واخده نيجاتيف تشارج عشان فيها فوسفيت، فالفوسفيت بيخليها نيجاتيف تشارج. فالبوكيت او المكان اللي بترتبط فيه ال 2 3 بيس فوسفوجليسريت بيكون بوزيتيف تشارج بوكيت، موجود ما بين البيتا سب يونت وبعضها اهو. طب هل الالفا فيتو بروتين يا جماعه عنده بيتا سب يونت؟ الفيتو بروتين الهيموجلوبين اف، هيموجلوبين اف هل عنده بيتا سب يونت؟ طب عنده البوكيت ده؟ لا، عشان كده ارتباطه بالاكسجين مفيش حد يشجعه يسيب الاكسجين اصلا. ال 2 3 بي بي جي طول الوقت موجود يشجع الهيموجلوبين ان هو يسيب الاكسجين. طب في الفيتس، في الفيتا الهيموجلوبين مفيش الكلام، مفيش الكلام، مفيش بيتا سب يونت اصلا، فالبي بي جي ما بيدخلش على الهيموجلوبين مولكيول، فمفيش حد يشجع الهيموجلوبين انه يسيب الاكسجين للتيشو. عشان كده الهيموجلوبين اف عنده هاي افينيتي لمين؟ للاكسجين. تمام. طيب اللهم صل على ايه فايده الفكره الهيموجلوبين اف، ايه فايده الفكره؟ ليه هو عنده هاي افينيتي للاكسجين؟ عشان ايه؟ لان هو وظيفته يعمل اكستراكشن للاكسجين اللي موجود في الماتيرنال بلاد، فالبيبي طول الوقت عمال يشد الاكسجين بتاع مامته،
فعايز حاجه تمسك الاكسجين كويس قوي زي ما يكون مغناطيس كده ما يفرطش في الاكسجين. فهي فكرته كده سبحان الله ان هو يتحط في هذا المكان اللي هو السيركيليشن بتاعته ضعيفه في الاكسجينيشن، فيفضل طول الوقت يشد الاكسجين من الماترنال بلاد. طب هنا يا بنات ايه اللي بيحصل في الكيرف ده؟ بيقول لك ان لما شخص يطلع في هاي التيتيود، هاي التيتيود يعني واحد بالظبط جبل او منطقه عاليه او كده، بيبتدي يحصل عنده هايبوكسيا بطبيعه الجو، الاكسجين بيقل فيحصل عنده هايبوكسيا كرد فعل من الجسم. الجسم الرياكشن بتاعه يتصرف ازاي؟ يعمل اكوموديشن لهذه المشكله ازاي؟ توليريت الفكره ان هو يزود طبعا عدد الار بي سيز، ولما عدد الار بي سيز يزيد ايه اللي بيزيد جوه الار بي سيز؟ 2 3 بس فوسفوجليسرات تزيد مع زياده عدد الار بي سيز، فيحصل ايه؟ ها؟ مور ديليفري للاكسجين للتيشو، فيتحسن الاكسجينيشن بتاع التيشو كمحاوله للجسم انه يتوليريت هذه المشكله او يكمبنسيت فكره ان انا عندي هايبوكسيا. تمام؟ ففي الهاي التيتيود يحصل ايه؟ زياده عدد الار بي سيز بيسموها البوليسايثيميا، زياده عدد الار بي سيز يزيد ما يحتويه الار بي سيز من التي 3 بيسفوسفوجليسريت، فيحسن الريليز بتاع الاكسجين للتيشو فيحسن من عمليه الاكسجينيشن. تمام؟ هنا طبعا زي ما انتم شايفين حاطط لك الكيرف الاول، هنا بيقول لك كميه التو 3 بس فوسفوجليسيت هنا 5، لا لما طلعنا عند الهاي التيتيود بقى 8 فزادت الكميه. دكتوره اسماء احنا اتاخرنا عليها. هيموجلوبين اف قلنا الفكره بتاعته. تمام؟ بيقول لنا هنا عندنا هنا الهيستيدين، طبعا بيقول لك فاكرين الكافيتي اللي بيستقبل التو 3 بس فوسفوجليسيت اللي كان عنده بوزيتيف تشارج والتي 3 بس فوسفوجليسيت عليها نيجاتيف تشارج، عشان كده هي ثابته كويس في هذا الكافيتي. بيقول لك الكافيتي ده في ما بين الجاما سب يونت وبعدها في كافيتي مماثل ولكن لا يرتبط بالتو 3 بس فوسفوجليسيت. ليه يا جماعه؟ ايه الفكره؟ قال لك الكافيتي اللي عند الجاما تشين عنده سيرين، والكافيتي اللي عنده بيتا تشين عنده هيستيدين. طب الهيستيدين ده بوزيتيف تشارج وده طبيعي يثبت البيس فوسفوجليسريت، هل السيرين ده بوزيتيف تشارجد؟ ده زيرو يعني محايد ما يرتبطش بالبيس فوسفوجليسريت. انا مالي ومالك اصلا؟ انا لا عندي نيجاتيف تشارج اطردك ولا عندي بوزيتيف تشارج ارتبط بيك، فانت ما تهمنيش في حاجه خالص. لكن لو انا عندي هيستيدين اقدر اشد ناحيتي، اجتذب ناحيتي مين؟ التو 3 بيس فوسفوجليسريت. فيبقى مين اللي ارتباطه احسن بالتي 3 بيس فوسفوجليسريت؟ الكافيتي اللي عنده الهيستيدين اللي موجود ما بين البيتا سب يونت. لكن الكافيتي اللي عنده سيرين اللي موجود ما بين الجاما سب يونت ما يفرقش معاه التو 3 بس فوسفوجليسريت، ما يشدش لناحيته التي 3 بس فوسفوجليسريت لان التشارج بتاعته زيرو. دلوقتي عندنا حاجات كمان انهبيتور للاكسجين. يعني ايه انهبيتور للاكسجين؟ بيسموهم كومبيتيتيف انهبيتور للاكسجين، يعني ييجوا يتخانقوا مع الاكسجين على ارتباطه بمين؟ بالاير. زي مين بقى يقدر يدخل على الاكسجين؟ يقدر اسفه يدخل على الايرن ويرتبط مكان الاكسجين. وكمان ايه؟ ده الايرن بيحبه قوي اكتر من الاكسجين. الافينيتي بتاعته لهذه الماده 200 مره اكتر من الاكسجين. عارفين مين؟ كربون مونوكسيد. خطير جدا الكربون مونوكسيد ده. يعني كمية بسيطة من الكربون مونوكسيد، مش دايكسيد، مونوكسيد، بيرتبط بيها الهيموجلوبين بهاي افينيتي. الايرن بيحبه جدا. طيب لما ده يحصل ايه؟ مفيش اكسجينيشن، مفيش اكسجين، انا دخلت حليت محل الاكسجين. هل الكربون مونوكسيد بس اللي بيعمل الحكاية دي؟ لا، ده احنا عندنا الكربون مونوكسيد وستراكشر اسمه الازايد دي توكسنز والسيانايد توكسنز، كل دي توكسيك مولوكيولز. تمام؟ طبعا من اشهرهم الكربون مونوكسيد اللي بيتكون فين بقى الكربون مونوكسيد؟ امتى الناس بتتعرض للكربون مونوكسيد؟ الناس اللي بتتدفى في اماكن مقفوله، مشغلين الدفايات في اماكن مقفوله، وده بيحصل كتير في الشتاء، وناس كتيره بنسمع في الاخبار حصل اسره اختنقت من الدفايه. ليه يا جماعه؟ كانوا مشغلين الدفايه في مكان مقفول. فيحصل incomplete combustion. مفيش اكسجين بيدخل لهذا المكان، فبدل ما يتكون مع الحرق الحاجات كربون دايوكسيد، الاكسجين قليل اللي كربون مونوكسيد، ده اللي بيسميه انكمبليت كومباشن. فبدل ما الكربونات ترتبط باثنين من الاكسجين مش لاقيه اكسجين فترتبط بواحده بس، فيتكون جاز
اسمه كربون مونوكسيد، لا ليه ريحه ولا لون ولا طعم ولا اي ولا كلر ولا اي حاجه، كلرلس اودرلس، ما فيش اي حاجه ما تحسيش بيه خالص. تمام، الغاز ده اسمه كربون مونوكسيد. طب ايه كمان؟ الناس اللي عندها السخانات، سخانات الغاز، جاز هيتر، في سخانات يمكن مش مشهوره هنا قوي، سخانات هنا كلها كهربا، لكن عندنا مثلا في مصر مشهوره جدا سخانات الغاز، بتشتغل بالغاز. السخانات دي مع الهيت بتطلع كربون مونوكسيد لو حصل تسريبات فيها. فنلاقي برضو كتير عندنا حوادث كتيره في الشتاء، حد دخل ياخد دوش الدنيا يعني خلاص السخان سرب، طلع الكربون مونوكسيد. Forgive me 5 minutes. 5 minutes. خلاص يا ولاد، الكربون مونوكسيد مع السخانات الغاز دي حوادث كتيره جدا في الشتاء تسمعوا عنها. زي ما بقول لكم كده، ناس بتتدفى حصل بويزننج، ناس واحد بياخد دش حصل تسريب من الهيت، من الهيتر بتاعه اللي هو الجاز هيتر، حصل تسريب، حصل كربون مونوكسيد بويزننج. الكار اللي هي الويست برودكت بتاعت الكار، الكار اكزوست، الدول اللي يقول لك الدول دي فيها تلوث عالي جدا ونسبه الكربون مونوكسيد عاليه جدا في الجو، الناس دي معرضه ان يحصل لها بويزن من الكربون مونوكسيد. طيب الكربون مونوكسيد بيدخل دايركت يرتبط بمين؟ بالايرن. وفي الحاله دي الهيموجلوبين اللي مرتبط بكربون مونوكسيد بنسميه بقى ايه؟ كربوكسي هيموجلوبين. يبقى ما حدش يقول ان الكربوكسي هيموجلوبين هو الهيموجلوبين لما بيتشال عليه كربون دايوكسيد، ده خطا كبير. الهيموجلوبين لما بيتشال عليه كربون دايوكسيد يسمى كربامينو هيموجلوبين، لان الكربون دايوكسيد بيخش على الامينو جروب، يرتبط بالامينو تيرمينال بتاعه الهيموجلوبين. لكن هنا الكربون مونوكسيد بيدخل دايركت على مين؟ على الاير، فاسمه كربوكسي هيموجلوبين. تمام، طبعا بيقول لك لما بيدخل على الاير بقى يرتبط بيه، بدل اللون الاحمر اللي هو بتاع البلاد بيبقى احمر منه، يعني شيري ريد، اكتر حمارا، يعني تلاقي الواحد كده دايت وهو قمر كده وخدوده حمراء وجميل زي الفل، شيري ريد الحمد لله يعني حلو. الله يرحمه بس ميت حلو بكرامته، محمر وجميل على الاقل، ايوه ميك اب طبيعي رباني ولا طبعا لما بتزيد نسبه الكربون مونوكسيد عن 15% دي بتعتبر ده يوصل للتوكسيك ليفل. زي ما انتم شايفين المانيفستيشن بتاعت الكربون مونوكسيد بويزننج، يبتدي الشخص يحس بهيدك، دزنس، وبعد كده فينتنج بقى، فوميتنج وكلام من ده، وبعد كده ايه فينتنج، وتلاقي البريثنس بتاعه، البريثنج بتاعه اللي هو بيسموه تاكبنك، تلاقيه شالو رابت بريثنج، ويحصل له كولابس، وبعد كده ممكن كونفالجن كوما، وبعدين في النهايه ديث. طبعا ده لما بيلحقوه بيدوا له كميات اكسجين كبيره، عارفين البيور اكسجين اللي بيتحط في الماسكات كده 100% اكسجين لفتره، يبتدي الاكسجين بكثافته بقى بكميته الكبيره يبتدي يعمل ريبليسمنت للكربون مونوكسيد، ده لو اتلحق يعني. والله اصل انا قريت كتير قوي في الموضوع ده عن الحوادث اللي بتحصل منه، فيري كومن بصراحه. طيب نيجي بقى لموضوع تاني اسمه الميت هيموجلوبين. الميت هيموجلوبين يعني ايه؟ يعني وجدوا ان في بعض الاحيان، احنا عارفين كلنا معلومه ان الايرن موجود في شكل ايه؟ ارتباطه بالفرس، مش كده؟ وقلنا لو وجد الايرن في الشكل الفرك لن يحدث له ايه؟ اوكسجينيشن. فوجدوا ان في بعض الحالات بيكون موجود الايرن بشكل فرك. طب ايه يا جماعه اللي يعمل الحكايه دي؟ بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا ده اسمه، او وجود الايرن بشكل فرك، ارتباطه بالهيموجلوبين بشكل فرك، ده يسمى الهيموجلوبين في الحاله دي ايه؟ ميت هيموجلوبين. يسمى ميت هيموجلوبين، اللي هو هيموجلوبين عادي خالص، بس الايرن اللي موجود فيه موجود بشكل اف اي 3 بلس، اللي هو الفرك ايرن. وفي الحاله دي هيبقى الهيموجلوبين طول الوقت دي اوكسجينيتد. طب لونه بيبقى ايه الهيموجلوبين دي اوكسجينيتد ده؟ بيبقى دي طبعا اللون الازرق، عشان كده العيان بيبقى شكله سيانوز. بيقول لنا البلاد بتاع العيان بيبقى براونش، بس العيان من بره كده شكله سيانوز، ما هو ما فيش اكسجين. طيب ايه اللي يخلي المشكله دي تحصل؟ بيقول لنا بقى في فكرتين، ممكن تكون المشكله دي اكوايرد، وممكن تكون المشكله دي ايه؟ جينيتك. بعض الناس او احنا كلنا بطبيعه الحال الار بي سيز بتاعتنا طول الوقت اكسجين داخل خارج، فاحنا الار بي سيز ده بتتعرض لكميه فري راديكال في اليوم كتيره جدا.
وجود الفري راديكال بيعرض الار بي سيز او بيعرض الهيموجلوبين اللي داخل الار بي سيز لعمليه اوكسيديشن، وبيعرض الايرن بطبيعه الحال لعمليه اوكسيديشن، فيتحول من الفيروس للفيريك ستيت. ده بيحصل عندنا احنا كلنا، ايوه كل يوم ايوه، بس ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا سيستم حمايه، انزيم اسمه سيتوكروم بي 5 ريدكتيز. الانزيم ده اول ما يشوف حبايه فيريك يضربها على طول، يعمل لها يديها الكترون ويحولها الى فيروس. انت بتعملي ايه عندك؟ لا 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 لا، الشغل ده مش ما يعجبنيش، خدي الكترون ويحولها إيه؟ عشان كده اسمه ريدكتيز، بيدي الكترونز، دي عمليه ريدكشن، ان انا اديكي الكترون يعني انا عملت لك ريدكشن، فاسمه سيتوكروم بي 5 ريدكتيز او ميت هيموجلوبين ريدكتيز، يعني لانه بيروح يشتغل على الفيريك هيموجلوبين اللي عنده اللي بيتكون بشكل طبيعي عندنا كلنا كل يوم وكل شويه يتكون، بس احنا نظبطه تاني ونرجعه تاني فيروس ونرجعه الهيموجلوبين طبيعي. فده بيحصل عندنا كلنا. طب تخيلوا شخص مولود بديفكت في هذا الانزيم، جينيتك ميوتيشن في هذا الانزيم، يحصل ايه؟ يجي الفيريك هيموجلوبين اللي بيتكون بشكل طبيعي ما يتصلحش، ما يرجعش تاني فيروس، فيبقى الشخص ده عنده ايه؟ ميت هيموجلوبين. تخيلوا ان الشخص ده بقى كمان اتعرض من بره الاكسيدنت، يعني غير الاكسيدنت اللي من جوه، لا ده انا كمان عرضته من بره الكميه من الاكسيدنت كبيره، يبقى دخلته في اتاك، مشكله. يعني لو عنده الميت هيموجلوبين بكميه بسيطه والشخص ده يعني يا دوب ممشي حاله، راح النهارده لاي سبب من الاسباب، خد دراج، اتعرض لانستيزيا، اتعرض لمش عارف ايه كيميكال معين من بره، كميه اكسيدنت كبيره، يحصل ايه؟ ها، مزيد من الفيريك هيموجلوبين مش عارف يتصلح، فيبتدي يحصل عنده اتاك بقى من الساينوزس والاحداث بتاعه الهايبوكسيا والاحداث بتاعه الميت هيموجلوبينين. فهمتوا الفكره بنات؟ فممكن الفكره تكون جيناتك وممكن يكون اكوايرد، ممكن يكون شخص طبيعي خالص بس اتعرض لكميات كبيره من الاكسيدنت، السيستم بتاعه الانتي اوكسيدنت سيستم بتاعه ما عرفش يتغلب عليها، فابتدى يحصل ايه في هذا الشخص؟ تكوين الميت هيموجلوبين. طبعا الشخص اللي عنده ميت هيموجلوبين ده كانك بتخنقيه، ساينوزد لونه ازرق، والبلاد بتاعه عشان وجود الهيموجلوبين في الفيريك ستيت ودي اوكسجينيتد بياخد شكل بيسموه شوكليت براون، او ده الحلو في الموضوع بقى، لونه شوكليت، شوكليت براون بلاد. فالراجل ده اللي دمه خفيف بصراحه وجميل زي الشوكولاته. فبيقول لنا بقى الناس دي بيدوا لهم بيعالجوهم ازاي، بيعلقوا لهم حاجه كده انترافينوس انفيوجن اسمها ميثيلين بلو، دي بتعمل كيليشن للفيريك هيمار، يعني بتظبط القصه دي، بتعمل ريدكشن للفيريك هيموجلوبين. دي المانيفستيشن بتاعه الميت هيموجلوبين لما نسبته تزيد مع كل نسبه، بيقول لنا ايه اللي بيحصل. طبعا ممكن تقروها مع نفسكم، نحفظها كل حاجه نحفظها، نعرف المانيفستيشن بتاع العيان، او طبعا عيان ساينوس ده هيموت، نسيبه يموت ولا نحفظه؟ نحفظه. يعني تفتكري واحد ما عندوش اكسجين هيحصل له ايه؟ ما هيموت في الاخر، انا عارفه انتوا عايزين تموتوه وتخلصوا علشان خاطر ايه؟ يلا ربنا يوفقه بقى فوق يدخل الجنه. ماشي ربنا يكرمه ان شاء الله، بس قبل ما يموت يعني في حاجات بتحصل، تفتكري هيحصل له ايه؟ حبه ديسنيا، ساينوزس، اعراض الهايبوكسيا، ديزنس، هيديك، طبعا الهايبوكسيا دي بتضرب الدماغ على طول، ديزنس، هيديك، كونفولجن، القلب، الهارت عايز يعمل توليرانس للفكره، التيشوز مش واصل لها اكسجين، يبتدي يزود الهارت ريت فيحصل تاكي كارديا، كل دي حاجات سهله تقلبيها اصلا، يعني هي مش قصه يعني. هيموجلوبينوريا، ان الهيموجلوبين ينزل في اليورين، هو ده طبيعي يا جماعه، ده الهيموجلوبين ده كبير، ده جلوبين، ده بوليبيبتايد شين كبيره وكور وبتاع، ده ينزل ازاي في اليورين ده؟ قال لك احيانا بتحصل هذه المشكله، هي رير بس بتحصل، لما يحصل ماسيف هيموليسيس. ماسيف هيموليسيس يعني كميه هيموجلوبين كتيره جدا، الجسم ما يقدرش يتحمل كل الكميه دي، بتبتدي تنزل يحصل لها بريسيبيتيشن في التبيولز بتاعت الكدني، تعمل ما يسمى بالاكيوت تيوبولار نيكروزس، تدمر التبيولز بتاعت النيفرونز بتاعت الكدني، وبعدين تبتدي تنزل فين؟ في اليورين. تخلي لون اليورين، بيجي العيان يوصف اليورين ان هو لون الشاي، دارك يورين، بيسام بيجي العيانين يقول لك اليورين لون الشاي، يعني فيري دارك، الشاي الشاي شاي، شاي احمد، احمد تي، ليبتون، ودول مقاطعه ما تجيبوهمش، احمد تي وليبتون مقاطعه، انجليزي وامريكاني، هاتوا شاي الربيع ده سعودي.
وادي المايوجلوبين نفس الحكايه، امتى المايوجلوبين ينزل في اليورين؟ لو حصل حاله رابدو ماياليسز، يعني تكسير للماسل لاي سبب بقى، تروما، اكسيدنت، سيرجري، وات ايفر كان سبب الديستركشن ايه بتاع الماسل. زي ما انتم شايفين لون اليورين ده في المايوجلوبينوريا، وفي الهيموجلوبينوريا بنلاقي القصه دي. الحمد لله خلصنا يا بنات.